أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من طرق هذا المكان من عمار وزوار وخدام، فإن لكم في الله سنة وكتاب وحجة. كنت أيها الخادم مولعا زنديقا مقتحما فاجرا مكل بسحر في بطن في رأس في عظم في شحم في لحم في دم، قبر في مقبرة، طير في طائر، عمل في جيفة في نجاسة، بقسم بعهد نجم بنجم، فدعوك للخروج أو للنطق أو للذهاب لحامل سبيلك أو لإبطال ما جئتني من أجله، طاعة لله وطاعة لأسماء العظام، وليس طاعة لي وليس طاعة لأي مخلوق. لقد يطمس وجوها ونردوا على أدبارها ولكم كما لعنا أصحاب السبت كان أمر الله مفعولا. هذا كتابنا ينطق عليكم الحق، إنا كنا نستصخ ما كنتم تعملون ورسل يكتبون ما كنتم تذكرون. يد الله قبل يدي، يد الله قبل يدي، يد الله قبل يدي. سيدي صبرك.